هادشي اللي وقع الشاف. انا تزوجت كنت بغيت نعيش حياتي مهني ومرتاح حتى لواحد النهار المعطي مسلل المرأة ديال تيم، جيت ندبز معاه بغيت نضرب وجه الضربة في خوه العربي طاح، خفتو وهربت مشيت تخبات في الغابة. تجا عندي صديق صاحب المعطي قال لي نهرب الجدر مي كيقلبوا عليا حيت قتلت العربي، تلفت وقلي ما عرفتش ما ندير. جيت للمدينة وانا نزوق في واحد الجامع ضبط الفقيه، بقيت مدة في الجامع حتى شافني الحاج اللي خدام عنده دابا انا، عطاني بيت في السطح وانا نخدم كونسيرج في العمارة. 28 عام وانا حابس على راسي في ديك العمارة الشاف، ما كنخرج ما كنطرج، الا فتها 100 متر ما كنفوتها شيء. حتى واحد النهار وقف عليا المعطي خو العربي اللي قتلت وقال لي يا نخلص الديه ديال خوه ونصرف على اللي تامه ولا يبلغ البوليس. خفت ولدي 28 عام وانا كنصرف عليه حتى ولا كيطلب الزياده، وانا عييت ولدي دابا وجيت باش نبلغ حيت كيتعدى على الناس اللي ما داروا حتى شي حاجه. وعلاش جيتي تعاود هادشي دابا؟ عييت الشاف حيت المعطي ولا كيتعدى على الناس اللي عزاز عليا، وانا عييت جيت نعترف لكم بهادشي. اش بالك فهادشي عاوتاني؟ ياك ما ماشي نورمال وجهي مطلع علينا. لا القصة اللي حكا عاودها بالتفاصيل، ما نظنش يكون اختارها. وهاد القضية ديال 28 عام بعدا جيتي هضرتي ما دخلاتش على دماغي. كيبان ليا غادي تبقى معنا هاد الليلة. انا قلت الحق قلت داكشي اللي كاين، وحتى حنا ما كذبناكش، غير هو الاقوال اللي قلتي راه ما كافياش، كيخصنا تحقو منها. بغيتو هبطو معاك راه وجا عندي راني بغيتك واخا.